وللحديث عن الاعتقالات المستمرة ضد أهالي مدينة الموصل ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب عمر الفرحان. أستاذ عمر، مرحبا بكم. يعني لنبدأ من توثيقكم في المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، عملية دهم واعتقالات تمت ضد أهالي مدينة الموصل. بداية، لو تنقل لنا الصورة تفصيليا في مدينة الموصل، كيف جرت عملية الاعتقال؟ تحية لك وللمشاهدين الكرام. منذ منتصف حزيران الماضي بدأت القوات الحكومية والميليشيات المرافقة لها بعمليات واسعة في محافظات الشمالية صلاح الدين نينوى وأيضا في المناطق الغربية مثل الأنبار والرمادي، وهناك العديد من الاعتقالات العشوائية والطائفية والكيدية التي رافقت هذه العمليات. هذه العمليات انطلقت بعد استهداف لميليشيات الحشد الشعبي وقادتهم في تلك المناطق، وجاءت هذه العمليات كردة فعل على هذا الاستهداف، ومن ثم قامت بالاعتقال والخطف بدوافع الانتقام وليس بدافع يعني حفظ الأمن والاستقرار أو وفق القوانين المعمول بها دوليا. هذه الاعتقالات رافقها ايضا اعتقال نساء واطفال في هذه المناطق، لا سيما في الموصل وفي محافظه صلاح الدين، حيث تم قبل يومين اعتقال 13 امراه وتم اطلاق 10 منهم وبقي 3 منهن وتم تسفيرهن الى تسفيرات تكريت. هذه الاعتقالات ايضا يعني رافقها العنف ضد هؤلاء النساء، وقاموا كما ذكرت بعض المصادر قاموا بحلق شعرهن. نعم. وأيضا بالاعتداء عليهن أمام ذويهن، وهذه الاعتداءات هي مستمرة منذ فترة طويلة في هذه المحافظات التي تدعي القوات الحكومية أنها قد حررت. نعم. ولكن أنها دمرت وتدمر الآن من قبل هذه القوات بسبب الانتهاكات والأفعال الخطيرة التي تبتهجها القوات الحكومية برفقة ميليشياتها التي تتواجد. طيب. بكثافة. نعم. وبصورة علنية مع هذه القوات. أستاذ عمر، هل تمتلكون إحصائيات لأعداد المعتقلين والمخفيين قسريا من أبناء الموصل منذ انتهاء العمليات العسكرية في هذه المحافظة؟ العدد المعتقلين والمغيبين في مدينة الموصل وفيها منذ عام 2014 وإلى اليوم قد تجاوز 20,000 معتقل ومغيب. وخلال هذه الفترة منذ منتصف حزيران إلى هذه اللحظة قد وثقنا نحن في المركز العراقي اعتقال أكثر من 246 شخص يعني خارج القانون، ويعني باعتقالات تعسفية وعشوائية. هذه الأعداد توزعت في محافظات ديالى، صلاح الدين، الموصل، أطراف بغداد والأنبار. نعم. وقد سنصدر بيان أو تصريح صحفي بهذا الخصوص بعد أيام إن شاء الله. طيب. عندما تكون هناك يعني المعلومات الكافية في هذا الشأن. أستاذ عمر، هذه الحملة ليست الأولى على مدينة الموصل، لكن هنا يعني ما التهم التي بمقتضاها يتم اعتقال الأهالي؟ ليست هناك تهم، والتهمة الجاهزة هي الإرهاب، وهذه هي الشماعة التي سلطت على رقاب العراقيين منذ عام 2003 وإلى اليوم، وهذه التهم وليست يعني بجديدة في عمليات الاعتقال، وهذه تستخدم مرارا وتكرارا من قبل هذه الجهات ولا سيما الميليشيات. فهذه الميليشيات لا تحتكم الى القانون، اذ ان هناك يعني تكون يعني اجراءات قضائيه وقانونيه بحق بتصدر بمذكره قضائيه ومن ثم اعتقال قانوني وغيرها، ولكن هذه الميليشيات لا تحتكم الى هذا القانون، وبالتالي نرى ان هناك عمليات اعتقال عشوائيه وتعسفيه فضلا عن عمليات الاختطاف التي ترافقها بحجة الإرهاب ومكافحة الإرهاب، ولكنها هي بدوافع طائفية وبدوافع كيدية وانتقامية. ولكن أستاذ عمر، مع انتهاء العمليات العسكرية والقضاء على ما يسمى بالإرهاب، هل بات مقنعا اتهام الأهالي بهذه الصفة، بصفة الإرهاب، من وجهة نظركم؟
هم يستخدمون هذه الصفة للتذرع بهذه الهجمات، وإلا أن هناك يعني مدينة الموصل وغيرها من المدن هي مدن مدمرة، يعني العوائل الآن فيها لا يستطيعون على يعني لقمة العيش، وفضلا على أن تضييق الحكومة على هذه المناطق والبلدات، لا سيما ايضا في جنوب الموصل وفي مدن بعض مدن صلاح الدين وفي دياله، فقد تفرض القوات الحكوميه والميليشيات الاتاوات على دخول البضائع والسلع لهذه المدن، فاذا هناك تفشي البطاله، هناك تفشي الفقر في هذه المناطق، والعالم لا حول ولا قوه لها، وبالتالي هم ينظرون الى مصدر العيش وليس لهم دخل بالارهاب، ولكن تتحجج هذه القوات والميليشيات بالتذرع بمكافحه الارهاب لاعتقال اكبر عدد من المدنيين في تلك المناطق. استاذ عمر، يعني الحديث عن التغيير الديموغرافي طبعا وارد في كل المداهمات والاعتقالات التي يتعرض لها اهل الموصل، هل رصدتم بالفعل عمليات تغيير ديموغرافي ممنهجة من قبل الحكومة خاصة في محافظة نينوى؟ نعم، يعني ظلنا قبل فترة تقرير يشير إلى ذلك، وبشهادة الأهالي يعني الحج الشبكي والقوات الحكومية تقوم بالاستيلاء على بعض المناطق وبعض الدور وبعض القطع الأراضي الزراعية والسكنية في هذه المحافظة، وتقوم بتهجير أهلها قصدا، وتقوم بتغيير السند القانوني وملكية وحجة الملكية لهؤلاء المدنيين إلى هذه الميليشيات وإلى أشخاص متنفذون في ميليشيا الحج الشبكي والقوات الحكومية، وهذا ما يندرج من ضمن التغيير الديموغرافي في هذه المناطق، وهذا مشابه كثير للمناطق في سامراء التي تشهد إلى الآن تهجير قسري لبعض مناطقها، ولا سيما في مكيشيفة وغيرها بحسب التقارير التي تردنا والشهود العيان الذي يذكرون دائما بأن هذه الأفعال أو الميليشيات تقوم بأفعال التهجير القسري بغية السيطرة على هذه المناطق. من عمان مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب عمر الفرحان، شكرا جزيلا لكم.